حتى الرمق الأخير يخوض المحاصرون من اللاجئين الأفغان ومن فقد وثائق الهوية من السوريين والعراقيين محاولات العبور على الحدود اليونانية المقدونية باتجاه أوروبا الغربية. وواجهت الشرطة هؤلاء بالغازات المسيلة للدموع، فيما كان أمل اللاجئين مثل ما تجسده لوحاتهم الحصول على المساعدة وعدم إغلاق الحدود. ويقول لاجئ أفغاني: لا خيار أمامنا سوى أن نعبر الحدود أو الموت هنا، وما من ضغط سيجبرنا على العودة إلى أفغانستان. جميع الأفغان وأخص نفسي بالذكر تستهدفنا طالبان في بلدنا. ويقول آخر: نحن باقون هنا ولا نريد الذهاب إلى المخيم، لا نريد أكلا وسنجوع هنا. وكانت دول البلقان بدأت بمنع عبور جميع المهاجرين واللاجئين القادمين من مناطق النزاع في العالم باستثناء سوريا والعراق، لكن شرط الإدلاء بوثائق إثبات الهوية.